عايز الحقيقة في البداية نذكر الناس وأنفسنا يعني لماذا الحكمة من قيام الشارع المولى سبحانه وتعالى ب يعني السماح بالعلاقة الزوجية في ليل رمضان، أما في النهار فهي محرمة كالصوم يعني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأول عاوزين نرسخ قاعدة، اتفضل دكتور، إن الإسلام ما جاش عشان خاطر يهدم الغرائز التي نعم. خلق الله الإنسان عليها، وإنما جاء ليهذب هذه الغرائز. وفرق كبير بين كبت الغرائز وهدمها وعدم إخراجها وبين تهذيبها. الثلاثة الأولين دول إحنا لا شأن لنا بيهم في الإسلام، اللي هو الكبت اللي هو إن إحنا بنهدمها، إن إحنا ما بنخرجهاش. دي الإسلام بيقول لا، ما نعملش كده خالص، إحنا بس بنهذبها بتكون في طريقها الصحيح وبطريقة صحيحة، بحيث إن إحنا نحفظ على الناس حياتهم وأعراضهم وأنسابهم. نعم. ومن هنا جه الإسلام لما جه في رمضان الشارع الحكيم قال إن إحنا في رمضان إيه المعنى والفلسفة؟ إن إحنا الإنسان ما بياكلش وما بيشربش، وإن ممكن الراجل لا يقرب لزوجته. صحيح. بيقول إن أنا مش عاوزك تركا للمألوف. الإنسان واخد الركون المألوف، أصحى الصبح أفطر وأشرب الشاي أو الشاي باللبن، وبعد كده إن أنا أفضل آكل طول النهار وأشرب، وبعدين الظهر نفس حكاية، وبعدين بالليل والزوجة واللقاء والحاجات زي دي كلها. فقال لك لا، أنا عاوزك بقى تفرغ نفسك من الخلق إلى الحق. يا سلام. في النهار. فبيقول لك يعني انت مش مكفيك الليل، هو هخليك الليل، لان الغريزه ما نقدرش نهدمها، احنا هننظمها. يبقى بالنهار عاوزك تقبل على الله عز وجل بهذا الامر بالصيام، وهو الامتناع عن الاكل والشرب، والناس المتزوجه عن اتيان الزوجه او الزوجه ان هي تقرب من الرجل. فهنا بنقول ان ربنا عاوز يهذب الامور في نهار رمضان عشان تتقرب له بالصيام، لان الصيام معناه هو الكف عن الغرائز، الكف عن الشهوات، الكف عما تطلبه النفس. والنفس دايما بتطلب ايه؟ الواحد لو متجوز بتطلب انه هو الاكل والشرب والعلاقة الزوجية، لو مش متجوز هو الاكل والشرب غالبا. فعشان كده ربنا قال لا، التلات حاجات دول اكل وشرب وعلاقة زوجية احنا خليهم في نهار رمضان، عاوزين نهذبك ونعلمك. صحيح. ان الامور دي مش دايمة، وانما الدوام لله وحده. نعم. عاوز يقولك انا الذي معك في الليل وفي النهار، وبقول لك خليك معايا بس في النهار، وفي الليل يا سيدي خلاص احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. يبقى ربنا عز وجل اراد ان يهذب اخلاقنا. الحاجه الثانيه ان عاوز يقول لك ان النهار الاصل في ان انت بره في الشارع. نعم. وبتتعامل مع الناس وصايم. صحيح. الليل في السكون، في الستر، فهو اولى بالعلاقه الزوجيه. شوف بقى هنا ايه، يبقى ربنا بيدينا من طرف خفي ان الراجل يتعامل مع زوجته في الليل استر منه في النهار، خاصة طبعا في نهار رمضان.